اختتمت أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة عربية ودولية واسعة، حيث ترأس وفد دولة الكويت في المؤتمر ممثل حضرة صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. المؤتمر بحث سبل دعم العراق والجهود التي يقوم بها من أجل تعزيز أمنه وسيادته وضمان استقراره وتحقيق التنمية والرخاء لشعبه، فيما دعا البيان الختامي إلى بناء التكامل الاقتصادي مع العراق في قطاعات واعدة. التركيز على القضايا المشتركة، من هنا انطلق مؤتمر بغداد الذي حمل عنوان التعاون والشراكة، مؤتمر حضرته وفود 12 دولة، وكانت الكويت كعادتها مؤكدة على دعم الأشقاء وتوحيد الصف العربي، حيث وجه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح بضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم العراق الذي من شأنه تحقيق أمن واستقرار المنطقة. جدول مزدحم بقضايا عدة، أبرزها ملفات تتعلق بالعراق ودعمه في مجالات عدة، منها الأمن والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب قضايا تتعلق بالتعاون المشترك بين دول الإقليم. إذا تكلمنا عن دول الجوار، فأهم دولتين في دول الجوار هو الكويت بالتأكيد والأردن، وبالتالي هنا دور الكويت بعد أزمات الإقليم والأخير أن يكون الكويت داعما لاستقرار العراق وأمنه ومحاربة الإرهاب والتطرف وإعادة نشاطه الاقتصادي. دور الكويت دور محوري مهم جدا لأنه هو الأقرب. الكويت بالذات لها دور كبير في هذا المؤتمر في استقرار العراق وأيضا في استقرار المنطقة. العراق أصبح من بعد 2003 غير مستقر، دول الجوار تتأثر بما يجري في العراق، هناك أمل كبير حول هذا المؤتمر. كلمات القادة المشاركين في المؤتمر ركزت على ضرورة دعم سيادة العراق واقتصاده وجهود إعادة الإعمار والتنمية، كلمات طغت عليها تعهدات في مواصلة دعم العراق لتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب، فأمن العراق اعتبره المشاركون أمن واستقرار لكل المنطقة. تأكيد عربي وإقليمي على دعم العراق وضرورة المحافظة على أمنه واستقراره، لقاءات ومباحثات أجرها قادة الدول والوفود المشاركة، جميعها تصب بمصلحة أمن واستقرار المنطقة. لتلفزيون دولة الكويت، غيث الرقاد، البحر الميت.